مهندس انشاءات. ايوه. المدني طبعا. ايوه. النيم رشدي محمود عبد اللطيف. مش مهم. الايج اوف ايه؟ 35 سنه. نوع الوظيفه اللي مترشح لها؟ جوز اخت حضرتك. جوز اخت ايه ده؟ انت تقصد؟ ايوه انا جاي اطلب ايد الانسه سهير اختك. اوه سوري انا افتكرت علشان ال بليز فورجيت ات كانسل. اكيد حصل لبس. ليه يا رشاد بيه؟ يعني الخطوبه كمان هنعمل لها استمارات؟ هي صحيح حصلت قبل كده في امريكا لكن احنا هنا مش معقول. معقول ونص؟ ده اسلوب علمي والواحد لازم يحترمه. إذا كان عندنا إمكانيات بتخدم العقل البشري وتساعده على اتخاذ القرار السليم، ليه ما نستعملهاش؟ واندفول. أرجوك، خد كل البيانات اللي طالبها زينتها. للدرجة دي رشدي بيه؟ وأكتر يا رشاد بيه وأكتر. أنا مصر إن إحنا نعمل كل الفحوصات الطبية، حتى تحليل الـ RH قبل ما نعلن الخطوبة. كونجريتوليشن. أنا كنت فاكر إني الوحيد في البلد دي اللي بيحترم الأسلوب العلمي. ادينا بقينا اتنين، ممكن بقى ما نضيعش وقت. اوكي. حقيقي يا مامي انت ممكن تجوزيني للشخص ده لو الكمبيوتر قال انه مناسب؟ نعم. انت زهر مش حاسه بقيمه نفسك، انت هبله زي بسلامته. ده اللي يجي يتجوزك ده لازم يحفى هو واهله واللي تشدد له كمان. افتكرت كنت هزعل قوي يا مامي. انت الزهر ما تعرفيش امك. عارفه المؤسسه دي انا بنيتها طوبه طوبه وما اتخلقش اللي ممكن يضحك عليا. امال كان ايه لازمته انك تديله امل وتاخدي بياناته؟ بتسل. واحد من الشارع جه قال انا عايز اخطب بنتكم، ايه هتردوا؟ لا طبعا ما يصحش. وبيني وبينك الولد عاجبني. نعم. شاب طموح عنده ثقة في نفسه، عملي جدا في كل المواصفات. واحد زي ده ممكن استفيد منه جدا في شركة المقاولات او يحركها شوية بدل عطوة اللي خربها. على العموم ده كلام سابق لأوانه. انا بقولك بس عشان تعرفي ان انا بفكر ازاي. لكن تفتكري مين اللي رشحك له؟ معرفش. هعرف منين؟ شغالي مخك شوية. اللي رشحك له ده حد يعرفنا كويس قوي، او تعرفنا كويس قوي، حد قريب مننا خالص. ازاي يا مامي عرفتي ازاي؟ عرفت ازاي؟ ده التوقيت مظبوط تمام، عارفين ان احنا النهارده في البيت وما عندناش ارتباطات. اوعي تقولي لي انها صدفه. حاجه غريبه ما اخدتش بالي. عشان تعرفي ان سيده الاعمال الناجحه لازم تبقى عينيها في وسط راسها ومصحصحه وتعرف كل صغيره وكبيره. حقيقي يا مامي لسه قدامي كتير قوي على ما ابقى زيك. واديني بحاول. واديني وراكي لحد ما تتعلمي. بس اديهم جايين. شكرا. اكيد رشاد قلب دماغك باسئلته الكتيره. بالعكس يا فندم، ده انا سعيد جدا بشويه اللي لعبتهم معاه. ميتو اتفضل استريح. معلش انا مضطر استاذن لو مش مطلوب مني حاجه، وخصوصا ان انا جيت من غير ميعاد سابق، وارجو ان ما اكونش عطلتكم عن اي ارتباطات. لا ابدا، على العموم نمرك معانا. ارجو ان اسمع منك رد قريب. مع السلامه. الله يسلمك. انيسه سهير، انا اسف ان قدمت لك بالطريقه دي، بس صدقيني ما لقيتش طريقه ثانيه اتعرف بيها عليكي، خصوصا ان عرفت ان شغلك واخد كل وقتك. انا سعيد جدا برؤيتك. ميرسي قوي يا فندم. عن اذنك. رشدي بيه. شكرا. سيو. ألف شكر يا رشاد بيه. فرصة سعيدة يا رشدي بيه. أنا أسف. وزي ما اتفقنا لو قررت تاخد كورس الكمبيوتر اتصل بيا أني تايم. ده كرم كبير قوي منك. ثانك يو. شكرا. تفضل. سلام. مع السلامة. يا سعادة البيت عقبال يا رب ما تشوف ولادها وولاد ولادها. إيه في إيه حصل إيه يا معتوه أنت؟ ويبقى لي البشارة الكبيرة. ده يوم المنى يا سعادة البيه. تعرف لو ما نطقتش حالا دلوقتي مش هتتهنى بحاجه، لان هغرقك. الست صغير جالها عريس. بنتي يا ما انت كريم يا رب.
عايشتني لغاية ما اشوفها عروسة في الكوشة. لكن انت عرفت الكلام ده منين؟ ايه؟ معاني برضو ليا المصادر اللي بتقولي على كل حاجة. لا صحيح، انا ما شفتكش خرجت من البيت النهار. اصلا مكلف ناس في الفيلا اللي في مصر يبلغوني على كل حاجة بالتليفون اول باول. يا واعي ده انت طلعت نمرة في حقيقي. ايدك بقى على البشارة الكبيرة اوي. خد يا لا مش هديلك حاجة قبل ما اتأكد انه كلامك ده صح، ولا شعرفني جايز يكون فالسو زي وشك. اقطع دراعي من هنا اهو ان كل اللي بقول حضرتك ده حصل. طب مستعجل على ايه؟ كلها ساعة وهيكلموني عشان يبلغوني. مش انا ابوها؟ ولا انت فاكر انه هتتجوز من ورايا؟ ايه شغل مخك؟ عندك حق في اللي بتقوله. طب العريس ده اسمه ايه وشغلته ايه؟ معرفش، المصادر قالت لي انه شاب طويل وعريض وحلوة وزي القمر. يا سلام، ده بس اللي تعرفه عنه؟ لا يا بيه، وكان لابس نظارة شمس، واول ما دخل الفيلة قلق. لا ده يبقى واد مهذب وابن اصول. تعالى تعالى نخش جوه للتليفون يضرب وما نسمعوش. تعرف لو كلامك ده صح انا هفسدك. تعالى. تبقى ودنك لسه كويسه مع اني ما بشوفكش تسمعي خالص اليومين دول. الحاجات الحلوه دي مش ممكن تتنسي. الله، دي احلى حته بحب اسمعها. معاكي حق، على فكره ذوقي مش متفق. انت بتعمل ايه؟ بشوف استمارة خطيبة المهندس رشدي. انت اوام عملته خطيبي؟ بقى حد يسيب الموسيقى الحلوه دي وينشغل عنها باي حاجه مهما كان؟ ما هي معايا برضه. لا ما ينفعش يا استاذ، الموسيقى الحلوه دي محتاجه تركيز. صح، يلا قوم معايا. اسمع اسمع. الله، ياه شفت، نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي. مامي عايزاك بقى كده برضه يا سهير. دلوقتي تقول ان انا اللي اتاخرت عليها. بس اوعى تقول لها ان انا نسيت اقول لك. يعني عايزاني اكذب يا سهير؟ مش هو ده اللي حصل؟ مش هي دي الحقيقه؟ يلا انت مش جايه معايا ولا ايه؟ لا ما هي مش عايزاني معاك. روح انت وانا هستناك هنا اسمع لك الحته الجايه دي. عندك مانع؟ واي نوت؟ المانع؟ واندرفول ميوزيك، واندرفول. ايه ده؟ انت جيت امتى؟ من الحركة اللي فاتت. ما حسيتش بيك خالص. لقيتك مستغرقة مع الموسيقى فما حبيتش ازعجك. ميرسي أبو. كده نبقى خالصين على فكرة، مامي عاوزاكي. كده برضو؟ دلوقتي هتقول انها اللي اتاخرت عليها. امر لله يا سيدي. بقول لك ايه، ما تعرفش هي عايزاني ليه؟ ما قالتش. طيب استناني هنا اسمع لي الحته اللي جايه دي بليز. اوف كورس. Thank you.
المغرب جدا من بدري. سيبني نايم ده كله، اعمل فيك ايه دلوقتي؟ ما هو ساعتك ما قلتليش صحيح. كتك البلا، في حد اتصل؟ ما هو لو كان في حد اتصل كان التليفون صحاك. انا بتكلم على التليفون السري اللي تحت السرير. لا سعاده البيه، مفيش حد اتصل. عرفت بقى انه كلامك في شنك وملوش اساس. يا مجدي خد بالك من امك واختك. الواد رمزي فين؟ ما جاش يطل على ابوه قبل ما يتوكل. بعد الشر عليك يا اخويا. رمزي النهارده عارف شغله طول النهار ولا جاز في الشغل؟ أيوة. يا ريت. طب يا جماعه انا اسفين يا دكتور، اديك شايف هو حالته ايه بالظبط. لا كويس جدا بس ده ايه روح بتاعك. طب اتفضل يا دكتور. الدواء ده تديله منه حبايه بعد ما فوق الابره يروح. بس كده؟ اه بس ومش محتاج اكتر من كده. دكتور دكتور طمني يا اخويا، هو عنده ايه بالظبط؟ طمني يا هاله، ما عندوش اي حاجه. يعني ايه؟ بيتصلبط؟ لا مش بيتصلبط، بس الاشعه اللي عملناها له والكشف كل ده بيؤكد ان في سبب عضوي للمغص اللي عنده. واضح انه عنده حاله سايكوسوباتيك. يا مصيبتي. طمني يا هاله، سايكوسوباتيك دي حاله نفسيه عصبيه يعني، بس بتدي نفس اعراض المرض العضوي، علشان كده استحسن تستشيره وطبيب نفسي. اه يا اخويا، امال الكلام اللي هو بيقوله هو نايم على السرير ده يقطع القلب يبقى ايه؟ هو ده اللي بيخليني اؤكد انه عنده حاله نفسيه، علشان كده طبيب نفسي يكون احسن. عموما انا موجود في العياده لو احتجت مني اي حاجه. طب يا فندم اتفضل يا فندم. يا ابني مختفي علي بيتي. تعالي ابوك يعمل ايه دلوقتي يا اخي؟ نايم وبيشخر. بيشخر؟ يبقى زي كل مره هينام ويقوم كويس قوي. الدكتور ايه على حالته؟ قال لي يا حبيبتي ان عنده سوماتيك. ايه؟ استني انت بس، بيقول ان عنده حاله نفسيه. من اللي عامله فينا؟ هو برضه ماما اللي عامله فينا؟ امال احنا اللي عاملينه فيه؟ جرى ايه؟ الله ليكوا مزاج تزعقوا، تعالوا عندي اوضتي زعقوا زي ما انتوا عايزين وسيبوا الراجل ينام شويه. الله انت بتزعل دلوقتي ليه يا واد؟ الله انا زعقت دلوقتي يا ناهد؟ ايوه زعقت. الله اخوانا يا اللي بره بتزعقوا كده ليه؟ هو الواحد ما يعرفش يموت في البيت ده وهو مرتاح على يا اخويا عليك. اسم الله يا اخويا يقطعني يقطعني يا اخويا يقطعني. معلش يا اخويا سامحني صوتي عالي شويه بس كله من الواد ده. قول لي انت يا مجد، انت صريح واللي في قلبك على لسانك يا مجدول، عندي ما عندكش اي حاجه خالص. كتب لك دواء وانا هنزل اجيبه لك حالا دلوقتي. يا لهوي هرب هرب، مش عايز يقول لي هرب. قول انت قول انت قول انت يا راهد، انا شايفك انت شجاعه شجاعه، هتقول لي اللي عندي ايه؟ وحياه الاخوه ما في اي حاجه، لو في اي حاجه كنت قلت لك. ما انت عارفني يا والدي. شفت ايه؟ شفت ايه؟ روح رزاق انت. وفي حاجه في حاجه في حاجه انتوا خبيل عليا، ما فاضليش غير انت يا رجاء، انت اللي هتقولي لي اللي هتصرحين في ايه؟ فاضل لي قد ايه؟ انا عيان بايه يا اخواتي؟ انت ايه؟ ما بتتعرفش من كتر الكلام ود 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 ايه؟ نام لك شويه يا اخي، نام لك شويه. ايه خايف على عمرك؟ ما تخافش، عمر الشقي بقى اركب. كلمه في حاجه بتضحك؟ اصل انا ما بتشخط فيا كده، انا اتاكدت اني ما عنديش حاجه عشان كده حنان. احترت في امرك انت راجل. تتضايق وانت متسرب واهون. ايه؟ طب ما تتصل بيهم يا سعاده البيت وتساله، وان كان في حاجه هيقول سعاده. انا اتصل؟ لا يمكن اتصل اقول لهم ايه؟ بنتي اتخطبت ولا لا؟ هتعزموني على الفرح ولا لا؟ لا انا اتصل لسبب تاني خالص. مساء الخير يا يا زيزي، ازيك وعامله ايه؟ وعامله ايه في شغلك؟ عال 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 عال. يعني ما حدش من الولاد كلمني النهارده. الله يكون في عونهم. البيت الزهير عندك؟ عايزها في موضوع. اهلا يا حبيبه قلبي. يلا يا بكاشة، لو كنت وحشتك حقيقي كنت اتصلتي. المهم عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ لا مش اخبار شغلك،
اخبارك انت؟ آه. كله تمام؟ كله مش ناقصك حاجه؟ قول يا بنت ما تتكسفيش. عندنا هنا في العجمي تين مفتخر نمره واحد بس لسه ما جاش عنوان. تحب يبعت لك شويه لما يستوي؟ طيب يا حبيبتي بيسلميني على اخواتك. مع السلامه. أبوكي كان عايز إيه؟ أبداً كان بيسلم. الله يسلمه. ما قالكيش إنه عايز حاجة؟ كان بيسأل لو كنا عايزين تين من العجمي، بس ده مش الموسم بتاعه. يا حبيبي والله في الخير، بس أنت مش شايفة كده إن المكالمة غريبة شوية؟ إيه الغريب اللي فيها؟ أولاً لأنه مش متعود يتكلم في الوقت ده، ثانياً بيتكلم على طريقة كولومبو زي ما يكون عايز يعرف حاجة معينة، ثالثاً ما طلبش انه يكلم حد غيرك انت. طب ده معناه ايه من وجهة نظرك؟ معناها اني فهمت مين اللي رشح صاحبك انه يطلب ايدك. صاحبي؟ صاحبي يعني ايه؟ ما اقصدش طبعا المهندس رشدي، اكيد من طرفه عشان كده كان بيتكلم بثقة كبيرة. تعرفي انها فكرة معقولة فعلا، بس ايه اللي هيخليه يبعت واحد من طرفه يخطبني؟ المفروض يخطبني منه هو اذا كان صحيح بيعرفه. حد يعرف باباكي بيفكر في ايه وبيفكر ازاي للدرجه دي؟ دادي غامض في نظرك؟ لا بقى، انا كاشفه ابوكي اول باول، بس اللعبه اللي بيلعبها دي مش فاهمه معنتها ايه. ما هو مش معقول ابدا واحد يجي لنا من الشارع ويجي يخطب بنتي سهير توفيق، يخطب سهير توفيق وريثة مؤسسة التوفيق التجارية، وما تقوليليش بقى إنه هو غبي ولا بيحلم. لا هو مش غبي، ده راجل عملي جدا. طبعا خبرتك بتخليك تشوف الأمور أحسن مني بكتير، بس يا ترى هم عرفوا بعض إزاي وفين وإمتى؟ مش مهم، هنعرف بعدين، بس اللي أنا متأكدة منه إنه يعرف أبوكي، وأبوكي كشف نفسه في التليفون، بس الحمد لله إنك ما جبتلوش سيرة عن الموضوع. هو ما فيش موضوع أساساً عشان يجيب سيرة حاجة منه. كويس قوي كده، لما نعرف بقى آخرتها إيه. لو الكمبيوتر بيجامل انسان كنت قلت انه بالتاكيد بيجامل الانسان ده. نتيجه مش معقوله، ده انسان فاز ملوش مثيل. انت بتتكلم عن مين؟ المهندس رشدي خطيب سهير. ايه ده؟ انت خلاص فحصت استمارته؟ ثلاث مرات مام، بثلاث طرق مختلفه، والنتيجه دايما واحده. ده مش ممكن يكون انسان طبيعي ابدا. بس مام، الدرجه النهائيه في الاخلاق، النسب المثاليه في تكوين الشخصيه، شيء قريب من الكمال في علاقاته الاجتماعيه. ياه، ده كله مش باين عليه ابدا. تصوري مام، ده لو لعب مع فريق كوره كويس ممكن قوي يوصله لكاس العالم. وبيلعب كوره كمان؟ برافو. سوري مام، ده تيست اختباري انا عملته علشان اقيس صحه النتائج. المهم عندنا دلوقتي النتيجه النهائيه. لو اتيحت له الفرصه للانطلاق في مجال تخصصه فانه من الممكن ان يصبح مليونيرا متوسطا خلال 5 سنوات. ايه متوسطا دي؟ يعني كم مليون؟ أبغت من 50 لـ100 مليون. من 50 لـ100 مليون؟ أنت بتتكلم جد؟ أنت متأكد؟ مام، البروجرام ده أنا اللي مصممه بنفسي وحضرتك عارفة نتائجه كويس. أنا عارفة، وعلشان كده لا رفضت ولا عينت حد من الشركة والمؤسسة إلا بالبروجرام بتاعك، ودايما بيطلع صحيح. علشان كده بقول لك أرجوك تعمل تيست رابع من فضلك، وما تزعلش مني عشان نتأكد أكتر وبسرعة من فضلك. اوكي I'll try، ولو اني كده هتاخر على البارتي بتاع الموسيقى العربيه. مليونير في 5 سنين، ما هي فرصته موجوده عندي وفي مجال اختصاصه.
هيعمل في 5 سنين 500 مليون جنيه. أمال الشركة بتاعتنا هتعمل إيه؟ جالي كلامي؟ يعني التست اللي بيعمله رشاد لو أكد الكلام ده فعلا ما عندكيش مانع تتجوزيهوني؟ طبعا، وإحنا هنلاقي عريس أحسن من كده. أنا متأسفة جدا يا ماما، أنا مش ممكن أتجوز بالطريقة دي. إيه؟ مع إنك أنت وأخويا رشاد بتستخدموا أحدث تكنولوجيا عشان توصلوا القرار، لكن أنتوا في نظري عاملين بالظبط زي اللي بيفتحوا المندل، وأنا مش ممكن أتجوز عن طريق المندل حتى لو كان بالكمبيوتر. قبل أنت عارفة المندل يعني إيه؟ طبعا عارفة المندل يعني إيه، وللأسف هي دي صورته الجديدة. بدي أعرف أنت بتعترضي على إيه؟ على الأسلوب، على الطريقة. إمامي أنتوا بتتكلموا عن جواز، يعني اتنين هيتجوزوا بعض، فين المشاعر؟ فين الأحاسيس؟ ما حدش فيكم سأل إذا كان الاتنين دول هيقدروا يعاشروا بعض كويس ولا لأ. الكلام ده سابق لأوانه، مش لما نعرف الأول إذا كان مناسب ولا لأ وبعدين نتكلم في اللي أنت بتقولي فيه ده. مامي أنت من دقيقتين اتنين بس قلتي إن العريس ده جاي من طرف دادي وإن الخطوبة دي كلها ممكن تبقى مؤامرة. أنا كنت غلطانة، ومش ممكن أبوك يعرف واحد بالمميزات دي، وإذا كان فعلا هو اللي جايبه فمزاياتش فعله. يعني انت دلوقتي اقتنعتي ان الجوازة دي عبارة عن صفقة؟ طبعا، ومفيش داعي ابدا اننا نضيعها من ايدينا. ها عملت ايه يا رشاد؟ نفس النتيجة ماما. ها اقول مبروك؟ وي نو اهلقد كمان. انا قلت هنروح للدكتور صبري، يعني هنروح للدكتور صبري؟ كل الدكاترة اللي شافوك قالوا الزموا واحد نفساني. يا ست ما انا بقيت كويس اهو، والمغص راح خلاص، وانا اطمني انه مش هيرجع تاني. انت اصلك ما بتشوفش شكلك بيبقى ازاي؟ ما يجراش حاجه يا بابا، اهو مين هنطمن عليك برضو. يا بنت يا سوسه اسكت انت. ايه دكتور صبري اللي انا اروح له ده؟ ده بتاع مجانيش، شايفني بقطع في هدومي؟ لا بقى، ده احنا كده نزعل. الله، انت مش عارف ان انا زبون مستديم عنده؟ يا ابني يا حبيبي انت معقد، والراجل كان بيفك لك عقدتك، لكن انا اخويا ايه عقدتي؟ مش عرفنا احنا، بس دول برضو دكاتره متخصصين يعرفوا عقدتك. وبعدين الدكتور صبري ده مش عادي، ده راجل ساحر عبقري، مفيش حاله بتستعصي عليه. مش رايح، مش رايح يعني مش رايح وخلاص. ايه خليك مرتاح يا حبيبي، حتى الراجل ما يقولش حاجه لما نقول له يجي يشوفك هنا. ولو جه هنا مش هيلاقيه، هسيب له البيت وحمز ان شاء الله، انزل اقعد على القهوه بالبيجامه ويجيلي برد ويرجع للمغص تاني واموت وتبقى انت السبب واكتب اللي انا حبسك. القلبي على ولد انفطر، هو انا اللي بيجيني المغص يفرتكني؟ جرى ايه يا ماما؟ هو احنا هنسيبه كده ولا ايه؟ اسكت امك، مش ناقصه في عرضك، عايزين مني ايه؟ ما انا كويس اهو، اثبت لكم ان انا كويس اهو، ما اعزف على السرير اهو. نفس نفس يا ماما. انا مش عارف اقول لك ايه يا شريف اخويا، ما بلادي حيله، ده قرار ايقاف صادر عن النيابه العامه، ومفيش في استطاعتي اي شيء اقدر اعمله. كنت عايز اصلح اوضاع غلط. الاوضاع الغلط دي يا شريف اخويا في ناس كتير قوي بتكسب منها ومستعده تحارب اقذر حرب علشان تحافظ على مكاسبها. ما كنتش اعرف ان المعركه شرسه للدرجه دي. واخطر ما فيها انك بتحارب خصم خفي ما تعرفوش، ممكن جدا يكون اي واحد من العشرات اللي بتتعامل معاهم طول النهار. يعني ايه؟ نسيبهم يعملوا اللي هم عاوزينه؟ لا، بس لازم نكون قد المعركه، ولازم كمان نتوقع ان اللي حصل ده واكتر منه ممكن يحصل. اكتر من كده كمان؟ ايوه، لان خصمك بيعتبر دي معركه حياه او موت. المهم دلوقتي انت نويت على ايه؟ ده انت اللي بتسال. شوف بقى، مفيش قدامك غير انك تستنى لما تشوف هترسي على ايه وقول يا رب ونعم بالله. وايه اخبار الاداره؟ ماشيه زي ما هي، اما نشوف السيد هيعمل ايه، ما هو الاصل اللي مسك بالوكاله. لا لا، حضرتك تقصد الاستاذ مختار عليك طويل، هو اقدمهم. لا يا اخي، استاذ سيد مدير الشؤون الاداريه، ده حتى الاستاذ مختار اعتذر، قدم مرضي من اول يوم. قدم مرضي؟ يعني ايه؟ الدنيا لسه بخير؟ اسمع يا مجدي، اتصل لي بالدكتور صبري خليه يجي يشوفه. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ترى دي شقة الأستاذ مختار علي الطاووس؟ أيوة يا فندم.
يا ترى هو موجود؟ ايوه موجود، اتفضل. يا ريت تقولوا له زميل من الشغل. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. لا مؤاخذة، اصله رجع من الشغل تعبان شوية. لا سلامته، سلامته ألف سلامة. الله يسلمك. خش يا ناهد شوفي بابا صاحي ولا نايم. لا أرجوكم بدون إزعاج، أنا أقدر أعدي عليه وقت تاني يعني. أنا قلت لك إن إحنا هنصحيه. بنقول هنشوفه، إذا كان صاحي حضرتك تقدر تشوفه. بس يلا يا ناهد وقفة تتفرجي على إيه؟ هو فور جه. طيب الله. إن كان عباس شد عليها البطانية. حضرتك ابنه الكبير مش كده؟ تمام يا فندم، مجدي. اه طبعا، الف مبروك للخطوبه. الله يبارك فيك. اتفضل يا فندم. بابا صاحي. عن اذن حضرتك يا هانم. اتفضل يا حبيبي اتفضل. حتى علبه الشوكولاته جايبها قد كده اهو. طول يا فندم. لا يا فندم مش حاجه. اتفضل اتفضل اتفضل. ستر حتى زمايله ما يسرقوش القلب. ألف سلامة لك يا راجل. بس أنا لما عرفت إنك بعافية شوية ما قدرتش أحوش نفسي. سلامتك. أنت أخ عزيز وغالي. الواحد لا يمكن ينسى مواقفك ولا رجولتك. وخصوصا الموقف الأخير. ده ما يطلعش من أخ شقيق والله. تصور. تصور يا مجدي يا ابني. ابوك لما عرف ان انا وقع علي ظلم من ناس ما عندهاش ضمير رفض انه يشاركهم واعتذر عن انه يمسك مدير عام بالوكاله مكاني، رغم انه اقدم واحد في الاداره واحق الناس كلها بالمنصب ده خلقا وعملا. سلامتك يا استاذ مختار. مجدي يا ابني، انت ليك حق انك تفخر ان ليك اب زي ده. يا لهوي، رجل رجل في زمن عز فيه الرجال. مش قادر مش قادر، كفايه كفايه، اطلع بره. مين انت؟ ايه في 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 ايه يا بابا؟ في ايه؟ ناقص رجالك تاني ولا ايه؟ ايوه في ايه؟ ايوه هاتون الحقنه المستكله. اطلع بره. في ايه يا استاذ؟ تعالى انا جايبك جايبك في الفضاء. تعالى بس. في ايه يا ناس؟ خدوا بره. حاضر حاضر يا بابا، خدوا بره. حصل ايه في ايه؟ عملت ايه؟ انا جايب لكم شوكولاته بس. والله انا اسف، اصل هو لما بيجي له حاله المغص الحاد ده ما بيبقاش عارف بيعمل ايه. ده حتى احنا يا ما عمل فينا. انا اسف. انت بتعتذر عن ايه يا مبدي ابني؟ انت بتعتذر عن ايه؟ انا السبب في اللي حصل لابوك. اصله ما فيش عليك زين عشان كل ده، عشان عرف ان انا اتظلمت. قول رايك. ساكت ليه؟ في الواقع انا مستغرب قوي ان ماما بتقول ان انت رافضاه. طب ليه؟ ما هو حلو اهو في شنب. لا وايه وشنب طالع في الصوره. بصي بقول لك ايه، بطل التهريج بتاعك ده وقول رايك اللي انا عارفاه كويس. وايه بقى هو رايي اللي انت عارفاه كويس؟ ان الجواز ما ينفعش بالطريقه دي في العصر ده. مش هو ده رايك برضو؟ ده رايي يا سهير. انت عايزه اقول كلام يعجبك؟ يعني خلاص هو ما عندوش شخصية خالص؟ قولي لها يا زوزة. وعموما يا سهير، الكلام اللي انت قلتيه ده هو رأيي في الجواز بس بصفة عامة. انما في الحالة دي بقى ليا رأي تاني. قوله لها يا سامح، اعمل معروف عشان تستريح. معلش يا ماما، انا مضطر احتفظ بيه لنفسي. وهي هتشكرني لما تعرف السبب. عن اذنكم. دلوقتي انا واخواتك موافقين، احنا كلنا غلط وانت بس اللي صح. لسه في انسان مهم يهمه امري ومعرفناش لسه رايه. هو مين؟ دادي طبعا. هي عايزه سؤال. ده هيكون رايه ايه؟ ايه اللي هيخليه يرفض؟ يبقى نسمع الراي ده منه بدل ما نخمن. وهو من امتى بيشاركنا في قراراتنا؟ كان فين وانتم صغيرين لغايه ما كبرتوا بقيتوا عرايس وعرسان؟ يمكن عشان كان غايب، لكن هو النهارده بينا، يبقى لازم ناخد رايه. اتفضلي اساليه وانا متاكده انه هيوافق. متشكره قوي، كنت بس عايزه اطمن من الحكايه دي. عن اذنك هقعد شويه في اوضتي. اتفضلي يا اختي. بقى ده عريس يترفض. اهلا اهلا بالعروسه الحلوه. كنت تقصد ايه بالكلام اللي قلته تحت؟ ما انت عارفه ان انا صريح وما بعرفش اخبي.
استغربت جدا ان انت تقولي ان انت رفضاه، لاني لسه شايفكم امبارح ولا اول امبارح قاعدين في كازن وعنيه. مش معقول طبعا انكم قاعدين بتشوفوا ان انت ما بتجيش. ايه ده؟ الكلام ده يا سامح انت بترعبني؟ حاشا لله، امك هي اللي الحت عليا ان انا ادور عليك، وكانت حالتها كرب وقلقانه جدا. قلت رايح انزل ادور عليك. هدور عليك فين في مصر؟ خدت العربيه قلت اتمشى، وانا في الزمالك لمحت عربيتك قدام الكازن. قلت بس اكيد سهير قاعده بتهدي اعصابها من معرفش ايه. ما انا رخرتيشه لانها ما رضيتش تقول لي انت خارجه زعلانه ليه. دخلت وشفت، قصدي شفتكم. الحقيقه يا سامح انا لازم افهمك سهير، انا مش طالب اي تبرير منك، لان عندي ثقه شديده جدا فيكي، وعارف ان انت بتفكري صح وبتتصرفي صح، رغم ان انا مش فاهم قصدك ايه، لكن هي مساله ثقه مش اكتر. بجد الكلام ده يا سامح؟ انا بقول لك بثق فيك، انت تشكي فيا؟ ده كلام ده يعني فيك من يكتم السر كبير كبير طبعا. ما انا لو كنت عايز اتكلم كنت اتكلمت من تحت. متشكره قوي يا سامح، وهيجي اليوم اللي هتعرف فيه انا ليه بعمل كده. تصبح على خير. وانت من اهله؟ الله، انت لبست؟ انت مش بتقول انك في اجازه اليومين دول؟ مش قادر، جسمي بياكلني على الخروج، عاوز اطمن على الاداره، مش عارف ازاي هيمشوها وانا مش موجود. انا بستغرب، واكل نفسك على شويه ناس ما يستاهلوش. لا لا ما تقوليش عليهم كده يا شريفه. مش هم دول اللي بيحفرولك؟ فيهم وفيهم. وبعدين الاداره دي مش هي الناس، الاداره دي هي المسؤوليه اللي ربنا حاططها على التافي. عايزاني بقى ارمي المسؤوليه عشان ناس وحشين ما عندهمش اخلاق. اللي تشوفه، بس اهم حاجه ما ترجعليش دمك فاير من عمايلهم. انت حر. ايه يا شريفه انت زعلانه ليه؟ وانا كمان ما اقدرش اسيبك زعلانه كده وانزل. انا زعلانه عليك يا اخويا، ريح نفسك شويه، ومش هيكون الا اللي كتب ربنا. ونعم بالله، انا نازل الاداره عشان اشوف ايه اللي يتم في الموضوع. مش يمكن القرار يطلع النهارده وارجع استلم شغل تاني؟ عايزاهم بقى يقولي فين بقى؟ يقولي هنا؟ اظن ما يصحش يا شريفه. سلام. وانا مالي، على راي المثل من خرج من داره اتقل مقداره. تخص اتقل مقداره برضو يا شريفه. بص يا ستان، شكرا. رشاد ايه ده؟ ولا جواب ليا؟ حاجة غريبة جدا. وانت من امتى بيجي لك جوابات؟ ايه مستني جواب مهم ولا حاجة؟ لا. امال ايه، عايز تثبت وجودك؟ طبعا. ولا يهمك، النهاردة هكتب لك جواب يوصلك خلال يومين. طب لو سمحت خليه مستعجل عشان عايز اقراه بسرعه قوي. حاضر، وبعلم الوصول كمان. فانتاستك. هتكتبوا لبعض جوابات وانتوا مع بعض في بيت واحد؟ ايه انت ما تعرفش تهزر ابدا يا رشاد. هو ده هزار؟ طب ليه بيهزروا على الصبح كده؟ ده حتى الواحد ما يقدرش يستوعب. ناس فايقه ورايقه. قولي لي يا سوير، عملتي ايه؟ وصلتي القرار ولا لا؟ قراري انت عارفاه يا مامي. بقول لك ايه، انت لازم تقعدي مع رشدي مدة اكتر واكتر واكتر لغاية ما تشوفيه، ولو عجبك عجبك، لو ما عجبكيش يبقى يا دار ما دخلك شر. اكسلنت مام، انا بستغرب انت ازاي بتقدري توصلي الحل لكل مشكلة. انت مستعجل ليه يا اخي؟ مش استنى لما اشوف صاحب الشأن، يمكن الحل ده ما عجبهاش. فعلا هو موقف ما اقدرش اتخيل فيه نفسي ابدا، ازاي اخرج مع واحد واقعد اتكلم معاه والسبب الوحيد لده اشوف اذا كان ينفعني زوج ولا لا. ودي فيها ايه دي بقى؟ فيها اني انا وهو مش هنكون على طبيعتنا، كل واحد هيرسم نفسه قدام التاني بالصوره اللي ترضيه، وبالتالي مش هعرفه على حقيقته. يبقى استفدنا ايه؟ على فكره انا مش عايزه اخسر الولد ده، وطبعا كنت اتمنى انك تتجوزيه عشان مصلحتنا تبقى واحده، لكن انا ما اقدرش ابدا اضغط عليكي في الجواز كمان. يبقى اتفقنا. الراجل ده مش موقوف عن العمل. مين؟ شريف الشريف؟ موقوف. طب ايه اللي جابه النهارده؟ طب هنعمل معاه ايه ده؟ هنسيبه يدخل؟ والله القرار بيقول يقف عن العمل، مالش مانع الدخول.
احنا مالنا احنا بقى؟ هو الشجر اللي كان هنا راح فين؟ طلعوه فوق قدام مكتب المدير الجديد. وده بامر مين؟ احنا مالنا ما تسالهم، هو احنا هنحرس الشجره؟ الله بتتكلم كده ليه يا حضرتك؟ ما هي حاجه تفور الدم، هو كان شغلنا. خلاص خلاص يا استاذ، الزميل ما غلطش، وبعدين بقى لو سمحت عايزين نشوف شغلنا. يلا اتفضل. يلا طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا 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 شريف بيه. اهلا يا فندم، سيادتك نورت الاداره يا فندم. اتفضل حضرتك، سيادتك لازم تشرب القهوه عندي بقى. لا 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 ابعتها لي جوه. الله الله الله، ده رايق يا شريف بيه. هو حضرتك شايف ان احنا مش قد الواجب ولا ايه؟ لا ازاي، ده انا جاي اشوف سيد بيه وماشي على طول. طب ومالنا يا فندم، سيادتك تقعد هنا اهو تشرب القهوه، وانا اخلي سيد بيه يجي لحد سعادتك هنا. ايه ابني مالك؟ ايه شايفك مرتبك في ايه؟ لا 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 بعرضك يا شريف بيه، والنبي ده اوامر عليا، ما تودينيش في ده يا عم المعروف. اوامر من مين انت؟ اصل سيد بيه عامل اجتماع جوه وقال لي ما تخليش اي حد يخش عليا ايا كان، واخد بال سعادتك؟ ايا كان. والاوامر دي تنطبق عليا؟ طب وانت شايف ايه؟ طب هقول لحضرتك حاجه، اتفضل سيادتك استريح وثواني انا هرد على حضرتك. اتفضل. ثواني يا فندم، سيد بيه جاي لحضرتك. استاذ شريف اهلا 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 وسهلا خطوه عزيزه. اهلا يا سيد بيه، انا قلت اعدي ابارك لك. دي حتى والله ما هي جايبه همها، هم يعني اللي قبلنا كانوا خدوا منها ايه؟ يا راجل اطلع من دول، الكرسي حلو برضه. لاصحابه لناسه مش للزاي يا شريف بيه، انت ناس اني مدير بالوكاله، يعني مدير ظهورات. الفاظ غريبه. ايه اخبار التحقيق؟ وهو ده تحقيق هيخلص في سنته؟ دول فاتحين في القديم والجديد، مش مخليين يا شريف بيه، طالبين الدفاتر الماليه من 15 سنه وهيبتدوا يراجعوها. يعني الموضوع هيطول. الله اعلم. طيب انت ما سمعتش اي حاجه يعني بخصوصي؟ ما حدش قال لك اي حاجه؟ من ناحيه ايه يعني؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه قرار الايقاف يا اخي. انا ابدا 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 ما سمعتش. مالك يا سيد بيه مرتبك؟ سامع حاجة ومش عايز تقولها لي؟ أشرف بيه دي ياما يعلم بيها الله ربنا، 20 جهة تحقيق شغالين في الإدارة. وانت تخاف من ايه ما دمت سليم؟ ما انت كنت سليم وجرالك اللي جرالك. يا عم قول يا باسط. أشرف بيه أنا راجل غلبان وهفتان وصحتي على قدي، وما استحملش أتفقع الزومبا زي اللي انت خدتها. زومبا؟ ده لفظ يقول واحد مدير عام حتى ولو كان بالوكالة. اخس. أرجوك تقدر موقفي. بعد إذنك أنا اتأخرت ولازم أرجع الاجتماع، اتأخرت عليهم. لحظة من فضلك، أخبار الأستاذ مختار علي الطويل إيه؟ لسه في المرضي؟ لسه يا شريف بيه. ربنا يشفيه يا أخي. المرضي أخويا. الحي يا رغاه، الحي يا رغاه، النار شبكة في ديلك، النار شبكة في ديلك. النار 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 يا اخواتي النار. شمل ريحة البن، الحاجة حلي بيحمص. الريحة فايحة، الريحة فايحة يا حاج علي، يا ريتنا ننزل نقعد معاه يا ولاد. ماما بابا بيقول ايه؟ عياني عياني. مش فاهمة حدا من الكلام اللي بيقوله ده. عيني عليك يا مختار، الراجل يا اختي افتكر ابوه محمصة البن، ده يبقى خلاص بيودع. معقولة نسيبه كده نقول عليه بيودع؟ ما الدكاترة داخلين خارجين عليه، ما حدش عارف له مرض. اخ يا ناري
يا مني طولني زمرت رقبتك يا اللي اسمك شريف. الراجل يا اختي كان طاب ونام وبيشخر، دخل عليه بالحنجل والمنجل، من ساعتها يا حبيبتي ما شمش نفسه. حرام عليك يا ماما، ده حتى بان عليه راجل طيب قوي. تبت وانهريت في نار جهنم انت رخره، ولا انت حاسه بحاجه ولا انت عارفه حاجه ابدا. اخ يا ناري، اخ يا ناري عليك يا مختار، اخ يا ناري عليك يا مختار. اتاري اختي الراجل كان حاسس من امبارح. اه يا مختار، ده في شيء لله يا اختي. كان يجيب لي رمزي يشوفه قبل ما ي... يا مختار. شوفي يا اختي البيت بصلي وكل عين تندب فيها رصاصه، ايه اللي ما نزلتي دمعه واحده بس على ابوكي؟ انت ايه قلبك حجر؟ الف بعد شر على بابا، بس انا اصلي مستغربه. نعم يا اختي مستغربه. مستغربه من ايه؟ اللي يشوفك كده يا ماما يقول انك بتحبي بابا فعلا. انت قلت ايه يا بيت؟ لا انت فاكر ان انا ما بحبوش؟ هو انا لو ما كنتش بحبه كنت استحمله 10 و30 سنة ليه؟ كنت استحمله استحمل قرف ولاده 30 سنة ليه؟ هو يعني عشان ما انا منكده عليه عيشته ومسوده عليه حياته ابقى ما بحبوش؟ لا، هو عارف كده، وده كله عشان مصلحته ومصلحه ولاده. ده انتوا اللي اسمكم ولادي، اذا كنت بحبكم بحبكم بس عشان فيكم ريحه منه. يا مختار، يا حبيبي يا مختار، اتاريكي يا اختي ما انتش عارفه معزه ابوك عندي، وبعد كده تقولي لي ان انا ما بحبوش. اخس عليك يا ناد، اخس. ماما لو سمحتي يا ماما اضربيني اشتميني، بس انا سعيده قوي بالاعترافات الخطيره دي. اسمع بقى، ما هو اللي مننا ورايح لسانك ده منزل. خلاص انا مخصمك. ما تزعليش مني يا ماما، اصل انا ما توقعش كلمه واحده من الكلام الحلو اللي بتقوليه ده كله. والله ولا لا 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 مختار. بيننا كلنا أكثر، مرفوض تبقى قصة مدى، مرفوض أسوار الزوجية، والأبناء لنا بالترباس، بما إننا أسود أحرار.